السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كويس جدا لو انت عندك منتج وعايز تعمله دعاية، فممكن ترفع المنتج بتاعك تمام وتكتب له انا عايز هنا مثلا شخص ما تمام، يكون عنده كام سنة، يكون كذا، يكون في الخلفية، فيجيب لك شوية صور تقدر تختار منهم. طيب ممكن تقول له بقى طب انا عايز هنا مثلا تحط لي أكلة معينة، فبيجيب لك كذا حاجة مثلا، تقول له طب غير لي حط لي هنا عنصر معين، فيبدأ يوريك شوية عناصر. فالذكاء الصناعي يظبط لك مكان العنصر نفسه ويظبطه لك. هنا مثلا شخص ما، هتقول له انا عايز شخص معين بشكل فلاني، يكون لابس كذا زي ما انت عايز. يعني عندك منتج، اي منتج انت عايزه بلابس معينه، حاجه معينه، تقدر بالذكاء الصناعي تظبطه زي ما انت عايز. تقول له مثلا والله طب انا عايز الشخص دوت المشهور دوت يكون خفيه بتاعته مثلا نادي رياضي، فيبدا ان هو يظبطه لك زي ما تحب. تمام، الموضوع سهل جدا وبسيط، مجرد ان انت تكتب ايه الحاجه اللي انت عايزها تبقى في الخلفيه، ترفع الصوره بتاعتك، اوتوماتيك هو يبدا ان هو يظبطها لك.